السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي ومع أحدث هواتف شاومي في السوق السعودي. اليوم معايا هاتف شاومي 13 برو بأحدث التقنيات ومع عروض نارية عند الشراء، أهمها طول فترة الضمان. لو تعطل عليك الجهاز ويحتاج إصلاح شاومي تقول لك ما حنصلحه، خذ واحد بداله، جيب وخذ واحد جديد، وبالتوفيق للجميع. تفاصيل جدا كثير، تقنيات جدا كثير في هذا الهاتف، بلاش اطول عليكم، خلونا نبدا الفيديو مع بعض. خلونا في البدايه نشوف محتويات العلبه: دبوس درجة شريحتين، كتيبات دليل التعليمات والبدء السريع، كفر سيليكون شفاف، كيبل شحن تايب A وتايب C، شاحن عملاق بقدرة شحن 120 واط. وبكل تأكيد يأتينا الهاتف باللون الأسود ويتوفر أيضا باللون الأبيض. يأتي الهاتف من الجانب الأيمن زر التحكم برفع وخفض الصوت، بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف، ومن الخلف من السيراميك، ومن الأسفل درجة شريحتين 5G بالإضافة إلى منفذ الشحن تايب سي. طبعا يتميز الهاتف بسماعات ستيريو مع تقنية الدولبي أتموس، ويأتي بوزن 229 جرام تقريبا مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. أما من ناحية الشاشة فيأتي الجهاز بشاشة أموليد بمقاس 6.73 بوصة بدقة WQHD+ 3200x1440 بكسل، مغطاة بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس. هذه الشاشة تدعم أكثر من مليار لون ألوان حقيقية وتقنية الدولبي فيجن، وبنسبة سطوع تصل ل 1900 شمعة، ومدمج فيها مستشعر بصمة الأصبع سريع الاستجابة. ومن أهم مميزاتها هي معدل التحديث اللي يصل ل 120 هيرتز، وباللمس يصل ل 240 هيرتز، يعني بالألعاب وضع احترافي مع أحدث معالجات شركة كوالكوم، وهو سناب دراجون 8 جين 2 بمعمارية 4 نانو مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، مع ميزة توسيع الذاكرة حتى 7 جيجا إضافية، يعني عندنا مجموع 19 جيجا رام من نوع LPDDR5X، ومساحة تخزين داخلية عملاقة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0، ويعمل بأحدث أنظمة الأندرويد أندرويد 13 مع أحدث واجهات شاومي MIUI 14، ويدعم خدمات جوجل بالكامل مع تقنية البلوتوث الأحدث 5.3، كذلك الواي فاي الأحدث Wi-Fi 7، كذلك تقنية NFC وتقنية IR، ويدعم شريحتين 5G، ويدعم الشريحة المدمجة eSIM، ومزود ببطارية بحجم 4820 ملي أمبير مع شحن فائق شاومي هايبر تشارج بقدرة 120 واط. تستطيع شحن بطارية الهاتف بالكامل من 0 ل 100 فقط في 19 دقيقة، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقدرة 50 واط وشحن عكسي بقدرة 10 واط. مواصفات مجنونة يا أخوان، يعني على تجربتي لهذا الهاتف وبالنسبة للمواصفات اللي موجودة فيه صراحة ما لقيت فيه أي عيب لحد الآن. ممكن يسخن شوية أثناء الألعاب، بطارية تخلص ممكن بسرعة أيضا أثناء الألعاب، ولكن من ناحية البطارية لا تشيل همها أبدا. 19 دقيقة تنفلل الجهاز، لك أن تتخيل يعني لو 10 دقائق بالراحة توصل ل 50% من الجهاز. كذلك ممكن تفرق مع البعض اللي هو مساحة خارجية، ما تقدر تضيف بطاقة ذاكرة خارجية، ولكن عندنا جهاز بحجم ذاكرة 512 جيجا بايت. بالإضافة شاومي مقدمة هدية 6 أشهر بحجم 2 تيرا بايت في جوجل ون، يعني خزن صورك وملفاتك عيش. أما بالنسبة للكاميرا، بمنتصف الشاشة بالأعلى توجد كاميرا السيلفي. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، تدعم البورتري والتصوير الليلي والHDR. أما من الخلف حكاية ثانية بالتعاون مع لايكا. عندنا كاميرا ثلاثية الأساسية 50 ميجا بكسل، تدعم الزاوية الواسعة فتحة عدسة 1.9، و50 ميجا بكسل لعدسة التليفوتو، الزوم يصل ل 70x، و50 ميجا بكسل لعدسة الزاوية الواسعة للغاية. هذه الكاميرا تدعم عدة أنماط للتصوير مثل تصوير البورتري للصور والفيديو، كذلك التصوير الليلي والتصوير الليلي الفائق، كذلك التصوير الاحترافي والفيديو المزدوج والقمر العملاق وأنماط أخرى كثير مثل إطار الفيلم وغيره. وتدعم هذه الكاميرا مانع الاهتزاز أثناء تسجيل الفيديو ومانع الاهتزاز برو. خلونا نشوف الفرق بين اهتزاز
أو مع الاهتزاز أو مع الاهتزاز برو. كذلك يدعم تسجيل فيديو بجودة 8K بمعدل 24 إطار بالثانية، ويدعم تسجيل فيديو بجودة 4K 24 أو 30 أو حتى 60 إطار بالثانية. حترككم الآن مع بعض الصور والنماذج من تصوير هذه الكاميرا مع أنماط مختلفة، مع ظروف إضاءة مختلفة، مع أوقات مختلفة، وأتمنى أشوف رأيكم في صندوق التعليقات. بكذا أكون وصلت معكم لهذا الفيديو. غير رأيك عن التصوير، أنا أبغاك كذا يعني تقول لي إيش ينقص هذا الهاتف. يعطيكم ألف عافية، لا تنسون من لايك وسبسكرايب في القناة. رابط التفاصيل بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو، الأسعار ورابط الشراء والهدايا وإلى آخره. في أمان الله.